لاحظنا بانه الاستاذه زين بشله ماشي هي الاغلبيه ولكن في نفس الوقت كانت هي المرشحه الوحيده وتم التصويت عليها بالاجماع. اشنا هي الحاجه المميزه اللي خلاتكم لهذه الدرجه انكم تختاروا زين بشله كرئيس الجماعه؟ احنا ما اختاريناش اكثر ما اختار التحالفات ديال الحزب. احنا ما كنختاروا والو. كي كتعرفوا كي تعرف الساده وسائل الاعلام وكيعرف الراي العام كامل بانه حزب الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال وحزب الاحرار اللي مشكلين دابا الحكومه هما دايرين تحالف بيناتهم. يعني هما هاد الناس كيختاروا واللي يكون يمثلهم في الجماعات وهما اصلا راه عندهم تحالف قوي. حنا ما يمكنش لينا نجيو في اطار نقولوا لا راه علاش يكون هذاك السيد، لكن الاقتراع والصناديق هي هادشي اللي عطات هاد الناس لهم الحريه الشخصيه باش غادي يديروا هما اللي بغاو سواء كان في الاحرار او لا في الاستقلال او لا في الاصاله والمعاصره. يعني هادو احزاب اللي راه دايرين هذا ميثاق بيناتهم وغاديين في هاد الامور. حنا ما يمكن لا نتمنوا لهم الا الخير ان شاء الله تعالى باش تمشي المسيره للقدام وتمشي بلادنا للقدام، والله الموفق للجميع.